في مجموعة من الناس ماشيين يقول لك ايه، احنا بلد ام كلثوم على عيني، احنا بلد عبد الحليم فوق راسي، احنا بلد فاتن يعني كل النجوم وكل الاسامي، احنا بلد هاني شاكر، احنا احنا بلد اعداء ثراء، ده، احنا دول دول فوق ودول. راسي ودول تاج راسي. انا لا استطيع ان انا اتكلم في الكلمة دي، ولكن احنا ايضا اللي خلقنا عمرو دياب لما اتهموه ان هو مين ده، احنا اللي عملنا منير الملك كينج لما هم قالوا ايه اللي هو بيقدمه ده، احنا اللي عملنا الفرق التانية حمائي، محمد فؤاد، ايهاب توفيق، مع مصطفى قمر، لا حميد الشاعري لما قال لك ده هيبوظ لا الموسيقى واحنا المصرية وعدوية وعدوية. ورشدي الفكرة في ايه؟ وبهاء سلطان. الفكرة ان احنا لازم ندي الوطن ده، مصر دي، المساحة ان هي تقدم نوعيات مختلفة من الفن من ولادنا ومن شبابنا اللي بيخاطب العالم. النهاردة ويجز اللي قدامك ده مش جاي يقدم لك حفلة في مصر بس، ده جاي بيقدم، هذا الشاب بيقدم مصر، بيقدم أغنية للعالم كله. يعني هذه الموسيقى هي موسيقى تخاطب العالم كله. سوق بقى انت ما عجبتكش، ما ينفعش النهاردة قبل ما الولد ده الشاب اللي عنده 24 المصري الجميل ده الأسمر قبل ما يطلع ويقدم الحفلة بتاعته أغنيته، أطلع أنا في مصر أقول أنا مش هجدد إن هو مش عضو في النقابة، يا سيادة النقيب، يا مصطفى كامل، يا جميل، يا صاحب الصوت الرائع. أنا كنت ممكن أأخر هذا الإعلان، أنا كنت ممكن أحتوي الموقف لغاية ما هذا الشاب المصري الوسيم يخلص حفلته ويحس إن بلده وراه ويحس إن إحنا كلنا بندعمه ويحس إن إحنا فخورين بيه، وبعدين لما يجي تعالى تعالى فين كارنيه النقابة بتاعك؟ أنت لازم تبقى ملتزم، لازم يا بابا عشان تعرف تغني في مصر لازم تعمل واحد اتنين تلاتة، لكن أنا النهارده أطلع وأسيح وأقول هو ما ينفعش، هو مش موجود، هو ملهوش، شكله ايه الولد ده لما هيطلع على في الاستاد قدام الملايين وهتنقل قدام الملايين انه منبوذ؟ ليه دايما احنا طول الوقت محمد صلاح كل العالم يدعمه ويجي مجموعة عندهم القدرة على انهم يعملوا الزوبعة الاعلامية يدمروا الدنيا ويخلوا الراجل بدل ما يبقى كبير نصغره لمجرد ان احنا مش واقفين في ظهره؟ ولد زي ده بدل ما احنا نستنى عليه خلص حفلتك وبعدين تعالى هنحاسبه، انا ما بقولش ما تحاسبوش.